جدا رقم 10 في صفوف فريق اولمبيا. كان بياسو يلعبها لزين الدين زيدان يلعب باتجاه روبرتو كارلوس على الجهه اليسرى. خطيره الكره روبرتو كارلوس يحاول يسدد كبير الكره هذه فرصه الهدف والهدف الاول والهدف الاول لنجم رونالدو. لقطه فنيه رائعه من جانب ريال مدريد. هدف اول في الدقيقه 13 عن طريق الاهداف واهداف المونديال في هذا الملعب. يبقى رونالدو هو هداف المونديال وهداف ملعب يوكوهاما. الهدف الاول لقطه فنيه جميله جدا بعدها النجم الفرنسي في الزيدان الكره في شباك الحارس طابريني هدف اول لمنطقه ريال مدريد منذ الربع ساعه الاول في نهايه الانتخابات. رونالدو بعد كرة جميلة جدا يدركها وعمل جيد من راؤول جونزاليس. والله كرة رائعة جدا رائعة كرة من بين زين الدين زيدان روبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس ورونالدو يضعها على الزاوية اليسرى لمرمى الحارس طافاريني لحارس فريق اولمبيا اسونسيون. كرة سريعة جدا والكرة اسرع من الحارس طافاريني سريع جدا هذا الهدف. نتوج كروية جميلة جدا.